ده جرجس وحيد، شهرته مانجا. ضيفنا النهاردة في كافيه انت ودماغك. لو سمحت، لما قدمنا له المنيو بتاعنا اختار مشروب ايس شوكولات، واللي هيوصل له من خلال معلوماته في مجال كرة القدم، ونسبة نجاحه هي اللي هتحدد نسبة نجاح مشروبه. اول سؤال، كم مرة فازت البرازيل بكاس العالم؟ البرازيل تقريبا فازت بخمسة، تقريبا خمسة. تاني سؤال، مين هو الهداف التاريخي لكاس العالم؟ الهداف التاريخي لكاس محمد صلاح. محمد ليك فرصتين، دي الفرصة الاولانية. الهداف التاريخي لكاس العالم زين الدين زيدان. ثالث سؤال، من هو اللاعب الافريقي الوحيد الحائز على جائزة افضل لاعب في العالم؟ إيتو، صامويل إيتو. الإجابة غلط، شكله مش إيتو. فرصة تانية. جورج وايا. رابع سؤال، كم عدد الفرق اللي كسبت الدوري المصري؟ لقب الدوري المصري كان 6 أو 7. طب لازم اقولهم؟ تقدر تقولهم؟ اكيد اهلي وزمالك. حلو. شواكيش اسماعيلي. شواكيش واسماعيلي هما واحد ولا ايه؟ تمام. بس هما 6 أو 7 يعني. 6 ولا 7؟ 7. 7؟ اه 7. اضرب يا برنس. ده المفروض بقى الميكس صح؟ اه ميكس اجوستك يا حبيبي. تحس عامل زي السبانخ كده. اضرب. مش عارف بصراحة. سبانخ؟ تقريبا سبانخ.